نعم أحمد، لليوم الثالث على التوالي تشهد مدينة اسطنبول هذه الموجة من تساقط الثلوج في أوقات متفرقة، كانت قد ازدادت منذ ساعات المساء مساء يوم أمس وحتى صباح اليوم. من المتوقع أيضا أن تشهد خلال الساعات القادمة سقوط أيضا موجة جديدة من الثلوج. هناك إجراءات مستمرة لتخفيف آثار هذه أو تداعيات هذه العاصفة من خلال سلسلة من الإجراءات تتخذها ولاية اسطنبول وكذلك الجهات العاملة سواء كان في البلديات المحلية أو البلدية الكبرى. اليوم ولاية اسطنبول أعلنت عن تعطيل الدوام للجامعات وكذلك تأجيل الامتحانات لمن يؤديها بدءا من يوم الاثنين ولغاية يوم الغد لمواجهة تداعيات هذه. كذلك كان هناك عمليات منع للدراجات النارية خاصة بعد تسجيل عدد من الحوادث يوم أمس، عمليات تحديث للطرق تجري بصورة مستمرة من هيئة الطرق العامة سواء كان الطرق الداخلية أو الخارجية. كان هناك مساء أمس عمليات إغلاق للطرق بين اسطنبول وكذلك ولايات دوجة وبولو باتجاه أنقرة. صباح هذا اليوم تم الإعلان عن افتتاح هذه الطرق الرئيسة مع الإغلاق بعض الطرق الفرعية بين داخل الولايات خاصة في الأقضية التي تشهد سقوط موجات ثلوج كثيفة في ولايات سكاريا ودوجة وبولو بالإضافة إلى ولايات أخرى سواء كان في مناطق البحر الأسود شمال تركيا وكذلك أيضا في جنوب وجنوب شرق هذه المناطق. في جنوب وجنوب شرق تركيا تشهد موجات ثلوج منذ الأسبوع الماضي وهي الأكثر منذ عقود بحسب الأرصاد الجوية بالناحية كمية الثلوج التي تساقطت على هذه المنطقة. من المتوقع أنه حتى يوم الخميس القادم ستكون هناك موجات مستمرة لتساقط الثلوج في مدينة اسطنبول وكذلك في الولايات المجاورة لها. نعم.